النهارده هنكمل مع بعض بقى سلسلة حلقاتنا بعنوان ملف المستقبل، وحلقتنا النهارده مهمة جدا وفيها معلومات مدهشة جدا. لكن عاوز برضو في الأول أرحب بزميلي الأستاذ توت، وعاوز كمان أقول له فاكر ولا مش فاكر حلقة الميتافيرس يا أستاذ توت؟ فاكر، بس هي حلقة تخضي بالنسبة لك، لكن بالنسبة لي احنا قدامنا جزء صغير من اللي هيحصل في المستقبل بفعل التكنولوجيا. ولو انك يوم وجمعة طلعت من غيري وقلت خبر جريمة الميتافيرس، طب كنت تستناني هقول لك تفاصيل اكتر. يا سلام يا توت، يعني انت عاوز ما اطلعش من غيرك؟ يعني انا كنت ملاحظ ان انت كنت تعبان فقلت اريحك، يعني الحق عليا يعني يا عم توت. لا انا ما بتعبش يا فايا، وكمان ده شغل، بس على العموم حصل خير ملحوقة، ويا مراحب يا مراحب بيك يا صديقي. يا مراحب وملحوقة، وايه الكلام اللي انت جايب الكلام ده منين يا توت؟ انت شكلك بتسيبني كده وبتروح تقعد على القهوة. وانا فعلا قعدت على قهوة وطلبت شاي 50، بس انت ليش شربته يا فايه؟ فاكر ولا فكرك؟ ما كانش ناقص غير ان ادفع الحساب. وهي المشكلة يا عم توت؟ ما انا بجيب لك طلباتك كلها لحد عندك، انت نسيت ولا ايه يا عم توت؟ خلاص قلبك ابيض، انت هتسيح لي. هسيح لك يا عم انت، يعني انا محتاج اكشف على السوفت وير بتاعك بجد والله العظيم. مش كفايه اصلا ان انت غايب بقالك اسبوعين؟ بعد كده عاوز اقول لك حاجه، احنا متاخرين ويلا بينا بقى نبدا الحلقه يا عم توت. حلوه قوي يا عم توت دي، انا زي الفل وسوفت ويري تمام، والاسبوعين كنت بحفظ فيهم شويه كلام مصري اصلي من بتاعنا. وعلى تاخير انا مش متاخر، الساعه دلوقتي 1 مساء ميعاد الرياضه بتاعي. يعني هي الرياضه بتاعتك يا توت يعني تعطل لنا الحلقه كلها؟ يعني هو انا اتاخرت على الحلقه، حضرتك اللي اتاخرت وقلت لي وانت داخل سوريا توت. المواصلات اخرتني وانا معاد الرياضه بتاعي جا طبقا لجدول العمل. ماشي يا سيدي، طب ممكن توقف بقى ونكمل الكلام ده بعد الحلقه؟ ممكن في المستقبل، وبالتحديد في 2030. 2030؟ ما بدري يا عم، انا مش فاهم يعني في المستقبل و2030، كلامك مش مفهوم. يا هو يا جماعه، هو علق تاني يا جماعه ولا ايه؟ هو ايه اللي جرالك يا توت؟ ثق فيا وفي قدراتي، أصل في المستقبل حضرتك مش هتتأخر على الحلقة بسبب الزحمة أو وسائل المواصلات. يا سلام، وكمان بتقول إفيه، ده أنت ناقص تدخل لي قافية كمان يا عم توت. يعني أيه قافية؟ لحد ما أعرف معناها هو لا ده ولا ده. ببساطة في المستقبل هيكون في تكنولوجيا اسمها هايبر لوب. أنا طبعًا على فكرة سامع عن تكنولوجيا الهايبر لوب. على فكرة يا توت أنا أقدم منك في مصر تستطيع، وقاري برضه زيك، يعني ما تفتكرش نفسك لوحدك يعني. بس عاوز أقول لك حاجة، هو الهايبر لوب هيقلل الزحمة ولا يسرع المواصلات؟ الزحمة جزء منها بطء وسائل المواصلات. الهايبر لوب هو ببساطة كبسولة فائقة السرعة، سرعته تفوق سرعة الصوت بسرعة 1220 كيلومتر في الساعة، يعني زي ما المصريين دايما بيقولوا زي سرعة الطلقة. وكمان عرفت المصريين بيقولوا ايه؟ على فكرة انا ناوي اراقبك بعد الحلقة يا عم توت، انا هراقبك عشان اعرف انت بتعمل ايه والمعلومات والتفاصيل دي بتجيبها منين بالظبط. بس خليني اسألك سؤال او اقول لك حاجة، يعني هي الهايبر لوب دي مثلا تخلي المسافة او الـ الوقت الزمني ما بين امريكا للصين ساعتين مثلا؟ بالظبط يا فايق، انت كده جبت المفيد. عارف هتقدر تروح من لوس أنجلوس لسان فرانسيسكو في قد إيه؟ في قد إيه؟ في 35 دقيقة بس. لا 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 لا، ده موضوع كبير قوي، يعني 35 دقيقة بس؟ الموضوع ده أعتقد إنه هيغير من شكل العالم في الفترة الجاية. واضح إن إيلون ماسك دلوقتي بقى واحد من الناس اللي بيرسموا المستقبل بتاعنا أو مستقبل البشرية في الفترة الجاية. بس عاوز أسألك سؤال يا توت، يا ترى الهايبر لوب ده هيبقى على أرض الواقع إمتى؟ يعني إمتى نبتدي نستخدمه؟ لحظة، عندي شوية حركات أيروبيكس لازم أعملها. تعالوا مع بعض نشوف حكاية الهايبر لوب على ما الأستاذ توت يخلص كلاس الأيروبيكس بتاعه. يكون أحسن أكيد.